طالع الفرصه الكبرى هو اللي حدد يعني تمشي والدوز ريليتد وكيفين عطى وامتى ووقته هو صاحب الاختصاص في الموضوع لكن الموضوع كان طفرة من 15 سنة ممكن نقوله في العالم الحمد لله. سي في بتاعك قاعد يحكي الان حتى الانتري غير معتمد. هذا بالنسبه للقسم اللي متوفر عندنا. طبعا عندنا سره مع العظام عندنا 16 سنه و16 ايام في الميل وفي ميل. العنايه مع الجراحه خاصه في حفل التخرج بتاعنا على اساس من اوائل الدفعات اللي خرجت واعتمدت كرساله دكتوراه اعضاء هيئه تدريس الجامعه. بديله في الشهاده عن طريق الجامعه. في رضا بس مش من صلاحيته هو محتمل لازم يتم عن طريق تبع الجامعه. دكتور فرج الحمري محمد عضو هيئه تدريس كليه الطب جامعه عمر المختار. في طبعا انا استشاري باطنيه. بناء على القرار المشكل او المشكل من مجلس التخصصات الطبيه بشان اعاده تقييم بعض مرافق الصحيه التعليميه لإعادة تقييم وتأهيل هذه المراكز دي تكون يعني مواكبة لما يتم في من إجراء في مجلس التخصصات الطبية. قامت اللجنة اليوم المشكلة بزيارة لمركز طبرق الطبي للوقوف عن كسب عن ما يجري ومن ما حدوث التغيرات اللي صارت في المركز. طبعا اللجنه مشكله من عده تخصصات من كافه التخصصات الطبيه الباطنيه والجراحه العامه والجراحات التخصصيه ومرض النساء والتوليد وايضا الجراحات الاخرى والتخصصات الاخرى للوقوف مباشره على الاقسام. طبعا في بعض الاقسام حقيقه كانت يعني غير محترف بها تماما وفي بعض الاقسام محترف بها جزئيا وبعض الاقسام كانت احتراف كلي. اللجنه وقفت على اساس ان هي اعاده تقييم من هذه الاقسام من حيث الاستمراريه في اعتمادها من المجلس كمراكز لتدريب العناصر الطبيه اللي هي تؤهل للحصول على الشهادات العليا لابنائنا الاطباء اللي هم خروجي الكليه الطبيه. حقيقة نحن رأينا وقفنا عن كسب أيضا عن ما يجري في هذا المركز وحقيقة جل أعضاء اللجنة مبهورين أو مسرورين جدا لما رأوا من تغيرات رغم الظروف المحيطة بنا في هذه الأيام. إلا أن الحقيقة المركز يقوم بتقديم خدمات جليلة وكبيرة جدا ويخدم رقعة كبيرة جدا من السكان. مررنا اليوم صباحا على المستشفى مباشرة وعلى الأقسام ورأينا حقيقة حسن النظام والعمل الدؤوب وأيضا رأينا تغيير كبير جدا في الأقسام